السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير ان شاء الله. المهم اليوم قبل ما نبدا هذا الفيديو او لا البدايه ديال هذا الفيديو ان شاء الله مخصصه للتهنئه بمناسبه اليوم العالمي للمرأة. كنبغي نهنئ جميع النساء في جميع أنحاء العالم وخصوصا النساء العربيات. كنقول لكم كل عام وأنتم بخير، وبغيت نهنئ الأمهات ديالنا، من الأم للأم، الزوج للجدة، جدة الأب، جدة الأم، يعني جميع النساء، الخالة، العمة، يعني كاملين بغيت نهنئهم بمناسبة هذا اليوم. نقول لهم الله يطول في عمركم، الله يحفظكم، الله يخطيكم علينا. أكيد المرأة عندها واحد دور فعال بزاف بزاف، يعني المرأة كتقوم بواحد الواجب اللي ما يقدرش يقوم به حتى الرجل. يعني الرجل أكيد حتى هو كيخدم وكيكافح، ولكن المرأة هي نصف المجتمع. المرأة هي بالنسبة لي أنا المجتمع كامل، ماشي غير نصف المجتمع، لأنها كتقوم بواحد المهام يعني اللي ما يقدرش يقوم بها الرجل. يعني المرأة كتخدم في الدار، كتخدم برا، كتخدم مع الوليدات، يعني كتقوم بجميع المهام يعني على أكمل وجه. كنبغي نعطي واحد تحية الأم ديالي ونقول لها الله يطول في عمرك، الله يخطيك عليا. الحمد لله رباتنا احسن تربيه، سهرات علينا، تمحنات علينا، الله يخطيك علينا، الله يطول في عمرك، ونعم الام. كلمه شكر اكيد ما غتوصف حتى شي حاجه. كلمه شكر قليله في حقك، في حق داك الشيء اللي درتي معانا، وكيفاش تكبرتينا، وكيفاش تكافحتي معانا. كنقول لك شكرا شكرا شكرا. دوماج ما كايناش حدايا. المهم نحاول نوصل ليها غير من هذا الفيديو، وان شاء الله الايام الجايه ونكون وحده بعضياتنا ونجمعوا ان شاء الله. اكيد تحيه الام الزوج ديالي تاهي، كنقول ليها الله يخطيك علينا، تاهي مسكينه كافحات وتعبات باش تكبر تاهي وليداتها، ونعمة التربيه. الحمد لله راهم كبروا ووصلوا، كل واحد وصل داك الشيء اللي بغى يوصل ليه. تاهي كنقول لها شكرا لك بزاف بزاف بزاف، وشكرا لجميع النساء المغتربات، تحية خاصة لهم صراحة، لأن صراحة المرأة المغتربة يعني كتقوم بواحد الدور مهم بزاف بزاف بزاف. يعني مسكينة كتخدم برا، كتخدم في الدار، كتخدم مع الوليدات. يعني النساء المغتربات صراحة بحكم تجربتي، يعني مساكن صراحة كيتمحنوا بزاف بزاف بزاف، يعني كيقوموا بواحد الدور مهم بزاف بزاف بزاف. تحية للنساء المطلقات اللي كيقوموا بدور الأم ودور الأب ودور الأب. كنقول لكم تحية لكم، يا ربي تعطيكم العوين، لأن باش تقومي بدور أم وتقومي بدور أب، يعني تقومي بجوج الأدوار، راها ما ساهلاش. كنتمنى ربي عوينكم إن شاء الله حتى تكبروا وليداتكم. تحية مازال تحيات ما سالاوش، تحية للنساء ديال بيالا بالضبط، جيراني، صحباتي، البنات اللي كنعرف، النساء اللي كنعرف، تحية خاصة لكم، تبارك الله عليكم، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، والخصوص النساء ديال بيالا صراحة كاع كيشجعوني. كنشكركم بزاف بزاف بزاف، تحية خاصة لكم. المهم هذه تحية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. دابا غادي ندوزو ان شاء الله الموضوع ديالنا ديال اليوم، وغادي نكملو ان شاء الله. المهم البنات، اليوم الوصفة اللي بغيت ندوي عليها هي
وصفة للحمل. المهم هذه الوصفة اللي بغيت نهضر عليها اليوم راها مجربة يعني مني أنا شخصيا، غادي نعاود لكم على التجربة ديالي مع هذه الوصفة. المهم انا كنت بين يعني وصلت البنت ديالي الربع سنين وشي حاجة، ربع سنين تقريبا، ربع سنين ونص. عاد قررت انا والزوج ديالي اننا نجيبو طفل اخر يعني اللي غادي يونسها وهذا. المهم من بعد انا كنت كنشرب الفانيد، يعني تقريبا درت فانيد لمدة 4 سنين ونص وانا كنشرب الفانيد. المهم الفترة اللي حيدت فيها انا الفانيد والو، نو ماشي 4 سنين ونص، حيدت الفانيد 9 شهور اللورا عندي ديك الساعة 3 سنين ونص، 3 سنين ونص تقريبا، 3 سنين و7 شهور بحال هكا. المهم قررت انني نحيد الفانيد. المهم الفتره اللي حيدت فيها انا الفانيد يعني انتظرت مده 8 شهور عاد حملت. بهذه الوصفه اللي غادي نقول لكم اليوم يعني هي السبب ديالي، السبب في الحمل ديالي. المهم انا مشيت المغرب يعني دوزت، كيقولوا لي ما عندك حتى شي حاجه، كل شيء مزيان. يعني هذه الوصفه اللي كنعاود لكم عليها عن تجربه يعني انا جربتها. المهم كيقول لي كل شيء مزيان. انا كنت كنظن انني او عارفه انني كنعاني من مشكل ديال البرد. المهم ملي رجعت لهنا لايطاليا واحد النهار اتصلت بيا الام ديالي كتقول لي شوفي غدا نعطيك واحد الوصفه ديريها، راه تلاقيت مع واحد السيده غير عند الطبيب وراها قالت لي هذه الوصفه وقالت لي عافاك، يعني الا كتعرفي شي امراه مسكينه ما كتولدش او عندها شي مشكل دير هذه الوصفه وعلى الله، يعني حنا كنديروا السبب والتوكل على الله، يعني الباقي كيبقى ديال الله. المهم قلت ليها واخا ماشي مشكل ندير هذه الوصفه. الحمد لله درتها من نفس الشهر، يعني حملت الحمد لله يعني بواحد السرعه، يعني ما تستنيش لا شهرين لا 3 شهور لا والو، في نفس الشهر لقيت راسي انني حامله. انا صراحه درتها غير بالضحك ويعني ما درتش معاها بالي، والحمد لله الحمد لله جاب الله التيسير ولدت هاد المشيش هذا اللي ما خلانيش اليوم نصور. المهم الوصفه كالتالي، غادي تجيبوا كيلو ديال السرديل تنقيه وتغسليه تحيدي منه السلسول داك الوسطاني. المهم في المغرب راه كيتباع، يعني كينقيو لهم السرديل وكل شيء ما عندهمش مشكل، حنا هنا كننقيو بايدينا وهذا. المهم كيتنقى السرديل كيتحيد منه السلسول وهذا اليوم والغد ليه اليوم يوم الاباضه بالضبط. النهار اللي قبل منه كتجيبي السرديل كتنقيه كتغسليه كتعمريه بالماء ساخن، يعني نعاود بالماء ساخن ما ديري حتى شي حاجه الوسط، وكديري حوته فوق من حوته كما كنديروا في السرديل عادي فاش كنقليوه كنعمروه بليقامه، وداكشي هذا ما غنعمروش بليقامه غنعمروه بالماء ساخن وصافي. نغطيوه بواحد البليكولا داك البلاستيك الغذائي وندخلوه للثلاجه، خصو يضل مرقاد النهار كامل. المهم حتى لهنا غادي مزيان. الغد اللي هو اليوم ديال الاباضه غادي نشدو دوك الحوت غادي نديرو في لاطا وغندخلو يطيب حتى العشيه، يعني فاش تقربي تنعسي. المهم غادي نديرو في الفران يطيب، منين يطيب نخرجوه من ورا العشاء نحطو داك الحوت وتاكليه انتي والزوج ديالك، يعني ضروري تاكليه انتي والزوج ديالك، تاكلوا الحوت عادي يعني في الليل وتنعسي بحال غديريه في بلاصه العشاء تعشي بيه وتنعسي عادي. هذه وصفه، هذه يعني راها مجربه 100%. مهم انا درت هذه ودرت معها حاجه اخرى. فالنهار جاني الحيض درت كوكا والخزامه،
يعني درتهم في كاسرونه كيطبخوا وشربتهم لمده 4 ايام. يعني كل نهار كان نسخن دي كوكا والخزامه وكنا نشرب واحد نص كاس. هذه كتخوي البرد وجميع اي حاجه كاينه عندك في الدار، وهذا البرد اي حاجه راها كتخويها. مهم هاد الوصفه ديال كوكا والخزامه، والوصفه الثانيه هي ديال السردين المعمر بالمسالة. والحمد لله جاب عليهم الله التيسير. المهم اليوم انا بغيت نشاركهم معكم وتجربوهم، علاش لا؟ بالنسبه للنساء اللي جربوهم وجاب الله النتيجه، نتمنى من الله تخليوا لي تعليق. وهاد الوصفه ما بغيتش توقف عندكم. اي وحده كتعرف شي امراه مسكينه ما كتولدش اولا عندها البرد، يعني هذه بالضبط هاد الوصفه للناس اللي عندهم في الرحم البرد، راها زوينه بزاف بزاف. اللي عندهم البرد يديروا هاد جوج وصفات، وان شاء الله ربي غادي ييسر علاش لا. المهم حنا نتوكلوا على الله. الانسان ملي بغى يدير شي وصفه يكون عنده فيها واحد اليقين ويديرها بواحد الحب، واكيد ربي غادي ييسر ليه فيها. المهم هاد الشيء اللي كاين بالنسبه اليوم. دابا خليكم معايا، غادي نديكم معايا الكوزينه تشاركوا معايا واحد العشيوه ديالي. العشيوه صراحه اكله ايطاليه خفيفه ظريفه سهله، يعني سريعه. الزوج ديالي دير ريجيم، هادشي علاش حاولت ندير ليه هاد الاكله. ماشي غير بالنسبه للناس ديال ريجيم، ولكن راها زوينه حتى كعشاء، يعني خفيف باش الانسان ينعس خفيف. هاد الاكله راها زوينه بزاف بزاف. يلا هو معايا الكوزينه ونتمنى انكم تجربوها، واكيد غادي تنال اعجابكم. انا متاكده 100% لاني انا ما كنحط حتى شي حاجه الا ما كنتش مجرباها وعندي يقين بها. يلا هو معايا الكوزينه. مهم البنات، هنا كما كتشوفوا عندي ستر ديال الدجاج مقطعه طريفات شرائح طويله، غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال المايزينا، وغادي نحرك مزيان هاد المايزينا مع دوك الطريفات ديال الستر ديال الدجاج، حتى غادي تدخل لينا مايزينا مزيان مع الدجاج كما كتشوفوا. المهم ها نتوما كتشوفوا، يعني خاص الطريفات ديال الدجاج تدخل ليهم مايزينا مزيان مزيان مزيان. ومن بعد غادي ندوزو المرحله القادمه. خلينا الدجاج متبل بهذيك مايزينا، خدينا كسرونه غادي نديرو فيها كاس ونص ديال الحليب كما كتشوفوا. انا دابا ضفت كاس، وهنا ضفت نص كاس اخر ديال الحليب. غادي نزيد عليهم الكوري كما كتشوفوا، ما عرفتش واش كاينين في المغرب. مهم بحساب جوج معلقات ديال الكوري غادي نضيفو على داك الحليب كما كتشوفوا. هاد الكوري راه بنين بزاف. مهم كما كتشوفوا هنايا هذا الكاسونس ديال الحليب وجوج معلقات ديال الكوري، زدت عليهم هنا نص معلقه ديال الزبده، وغادي نحرك المقادير كامله باش تنسجم لينا مع بعضياتها غير بالطراب اليدوي كما كتشوفوا. عادي غادي نبقى نحرك مزيان، وعاد غادي نحطهم فوق النار حتى يغلى لينا الخليط، عاد نضيفوه على الخليط الاول. نتوما بقاو معايا وغتشوفوا. المهم البنات هنا عندنا ديك الزيته ديال العود مع الزبده اللي كانت بقلية، ودرتهم في المقلة على نار هادئة. مهم ماشي هادئة، مهم وسطة. غادي نحط فيها دوك الشرائح ديال الستر ديال الدجاج اللي ديجا تبلتهم غير بمايزينا كما كتشوفوا. غادي نحط دوك الشرائح كاملين في المقلة يتقلاو ليا على جهة الجوج، ومن بعد عاد غادي ننتقلوا ان شاء الله للمرحله القادمه. المهم ها نتوما معايا وغادي نكملوا مع بعض. هنا داك الحليب مع الكيري وهذا راه واجد لينا كما كتشوفوا، يعني راه
طلعات فيه غاليه. هنا انا دابا كنقلب دوك الثوره ديال الدجاج باش يطيبوا على الجهه بجوج. المهم ها انتما كتشوفوا الطريقه راها سهله بزاف وسريعه هذه الاكله البنات، وكتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا صراحه، اقسم بالله الا كتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. نتمنى الناس اللي جربوها يجاوبوني في لي كومونتير. كما كتشوفوا هنا تقريبا ديك الكثيره ديال الدجاج راه حتى واجدين، عليهم واحد شويه ديال الملحه. وهنا كما كتشوفوا راني زدت واحد شويه البزار وكبيت الخليط ديال الحليب والكيري والزبده اللي جا تطبخ مزيان. كما كتشوفوا كبيته على خليط ديال الصدور ديال الدجاج. هنا سلقت شويه الروز وحطيت عليه داك الخليط كما كتشوفوا. هنا البنات شديت البطاطا قطعتها طريفات وغادي نزيد عليها واحد شويه زيت. هاد البطاطا البنات راه كدار في الفرن وكتجي زوينه وصحيه، وبالنسبه لصحاب الريجيم واللي ما عندهمش معلقه لي راه كتجي زوينه. المهم درت شويه الزيت، غادي نضيف واحد شويه ديال البزار. للتذكير البطاطا راه ما مسلوقه ما حتى حاجه، قطعتها عادي كما كتشوفوا. زدت شويه ديال البزار ومن بعد غادي نلوح عليها الروز مارينو وما يسمى بالعربيه كنقولوا ليه اليازير سي، غادي نلوح فيه وريقات ديال اليازير. ومن بعد غادي نضيف ليه مليحه، ومن بعد غادي نضيف راس ديال الثومه اللي غادي نشدو ونقطعو على جوج ونلوحو حتى هو معاهم كما كتشوف البنات. غادي نقطع داك الراس ديال الثومه وغادي نلوحو معاهم وصافي. غادي نتبل هادشي كامل مع بعضياتو باش تدخل ليا المقادير مع بعضياتها وصافي. غادي نغطيه ببابي الومنيوم وغادي ندخلو الفران. غادي نشعل الفران الفوق والتحت ونخليه حتى طيب البطاطا عاد نعري عليها وصافي. وبالصحه والراحه هذه غادي نديرها مرافقه الغوز بطريقه الدجاج بالكوري. وهنايا البنات كما كتشوفوا شديت الديسير اللي عندي، مهم اي نوع عندكم ديال الديسير شديته قطعته احسن هكا كيتكال ماشي بحال الديسير. تقدري تحلي هكا تفاحه وتا كتغير بنادم يغير شويه. المهم قطعت الديسير كامل اللي عندي وغادي نعصر عليه نص حامضه كما كتشوفوا. غادي نعصر عليه نص حامضه وغادي نضيف ليه ثلاثه المعالق ديال السنيده. وبالنسبه للسنيده والحامض راه كيبقى على حسب الذوق، يعني اللي كيبغي الحلاوه يزيد، اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف ينقص. وغادي نحرك وصافي. هذه كديسير حضرته حتى هو يتكال من وراء العشاء، وهذا الشيء اللي كاين البنات. وحتى لهنا كنقول لكم بسلام عليكم وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي معايا في القناه ما تنساوش جيم، الناس اللي عاد بغاو يشتركوا في القناه ما تنساوش ابوني وتضغطوا على الجرس وجيم. يلا بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.